نم 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 الله الله على طعم الفراخ الحلوة دي. نم 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 نم، يا سلام يا سلام، حلوة قوي الفراخ والبرجر. الله الله، انا هخلي ماما تشتري لي منهم كتير كتير، علشان انا بحب الفراخ وبحب البرجر جدا جدا. ايه يا سيمبا يا حبيبي، انت جبت الاكل وقعدت تاكل تاني؟ ده انت لسه واكل يا سيمبا من شوية صغيرين كده، غلط عليك وعلى صحتك يا سيمبا. لازم نريح معدتنا يا سيمبا، ناكل شوية ونسيب مكان في بطننا علشان المية، وكمان نسيب مكان عشان النفس علشان نقدر نتنفس يا سيمبا. شوف انت قاعد في الأرض ومش قادر تقعد يا حبيبي. حاضر يا ماما. الله الله على الدوناتس، انا بحب الدوناتس جدا جدا. ماما كانت مخبيهم مني في التلاجة، بس انا لقيتهم بقى الحمد لله. انا هقعد بقى هاكل ايه الاتنين دوناتس دول، هيشبعوني قوي، اصل انا بحب الحلويات جدا جدا. بس انا برضو زعلان، ماما عمالة تقولي انت تخنت يا سيمبا، انت تخنت يا سيمبا. طب انا لو عايز اخس اعمل ايه؟ عايز حد يقولي اعمل ايه؟ قولي يا موسيمبا قولي، كنت بتندهي عليا، عايزة ايه يا موسيمبا؟ يا خبر يا بوسيمبا، ايه اللي انت عامله ده؟ بدخل الكلب البيت؟ مش انا قلت يا بوسيمبا كذا مرة الكلب ده لازم يفضل في الجنينة بس؟ حرام ندخله البيت، حرام يا بوسيمبا، حرام الكلب يدخل البيت. لو سمحت رجعه الجنينة. انا كنت عايزة اتكلم معاك في حاجة بخصوص سيمبا، لان سيمبا جسمه تخن جدا جدا. انا عايزة اتكلم مع الدكتور اشوف الحل ايه. ماشي ماشي، مفيش مشكلة خالص يا ام سيمبا، شوفي اللي انت عايزاه، انا مرجع دور الجنينة. ياه، ده بقيت تخين قوي قوي. ايه ده، انا وزني يبقى 120 كيلو؟ ده كتير قوي، 120 كيلو ده اتريني مش قادر خالص اتنفس، ولا قادر امشي، ولا قادر كمان ألعب مع أصحابي، ولا قادر كمان أجري زيهم، ولا عارف حتى ألعب معاهم كورة. يبقى ده كله من الوزن التخين خالص اللي أنا فيه ده. أنا لازم أخلي بالي من أكلي وأعرف إيه هو الأكل الصحي وأكله علشان أخس وأبقى جسمي جميل زي أصحابي. بس أنا أعرف الحاجات الصحية دي منين؟ أيوة، انا لازم اروح اسال ماما، او ماما تشوف لي عن تسال الدكتور، او تشوف لي على النت ايه هو الاكل الصحي. ايوه يا دكتور. لا لا، تمام، كل الاكل بتاعه كده يا دكتور، كل الاكل بتاعه فاست فود، كله جاهز من بره، هو بيروح يجيب من مصروفه يا دكتور، وبابا احيانا هو راجع من شغله بيجيب له. لا هو ما بيحبش الخضار ولا بيحب اكل البيت. ايوه، والحلويات بيحب الحلويات جدا جدا، ده كل ما بنشتري حاجة ولا بابا يشتري حلويات بيخلصها كلها، بيحب التورتة وبيحب الجاتو. يا دكتور، والبسبوسة والكنافة وكل الحلويات دي. عصاير؟ طبعا بيشرب عصاير كتير 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 قوي يا دكتور. ايوه، مش عارفة، حاجة ساقعة كمان، هل الموضوع ده معاه ازاي يا دكتور؟ ايوه، يعني بالليل ياكل الزبادي بس وثمرة فاكهة. حاضر حاضر يا دكتور. والفطار؟ حاضر، اخليه يفطر كويس. والغدا؟ مش كتير قوي، يعني دول لو جاع ياكل خيار وياكل جزر لو جاع. حاضر حاضر يا دكتور. ممكن زبادي؟ طيب تمام. يعني كل الاكل اللي من بره ده بلاش، والحاجه الساقعه كمان بلاش. حاضر حاضر يا دكتور، انا هقوله. حاضر، اي نوع رياضه؟ حاضر، اي رياضه، اي رياضه يلعبها. حاضر، هو زمان كان بيجري لما جسمه كان حلو وكان بيلعب كوره، بس دلوقتي طبعا مش قادر. بس انا هقوله تاني يا دكتور، يعمل رياضة
حاضر حاضر يا دكتور. بتعمل ايه يا سيمبا يا حبيبي؟ انا يا ماما بلعب مع القطة بوسي. يا ماما بلعب معاها، عمالة اديها الكرة وتجري بعيد بعيد بيها، واحتفها لها بعيد وتروح تاني تجيبها. يا ماما انا بحب القطة بوسي دي قوي. طيب بصي يا سيمبا، انا هقولك حاجة دلوقتي يا حبيبي، وعايزك تفهمني كويس. انا كلمت الدكتور علشان انت لازم تعمل رجيم يا سيمبا، تعمل رياضة علشان جسمك يخس. الدكتور قال لي ممكن بالليل سيمبا يتعشى حاجات بسيطة زي زبادي مثلا وتفاحة او برتقانة، وفي الغدا ياكل نص وجبة الغدا بس، ما يملاش بطنه بالاكل. الفطار هو اللي ياكل كويس قوي ويشبع. وكمان يا سيمبا لازم تعمل رياضة كتير، ممكن تجري، تلعب كورة، تشيل اثقال، اي رياضة اي رياضة يا سيمبا. حاضر يا ماما، اوعدك متى يا ماما، لان انا فعلا ما بقتش قادر امشي، وحاسه ان انا جسمي تقيل تقيل قوي قوي يا ماما. هوبا هي هوبا هي، تقيل قوي قوي بس لازم استحمل. هوبا هي، يلا بقى المضرب في البوكس ده علشان جسمي يخس كده يبقى جميل. هوبا 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 هوبا. ايوه انا لازم اعمل رياضة العجلة كمان كتير كتير علشان عضلات رجلي تخس وجسمي يبقى جميل. ايوه بس انا تعبت قوي النهاردة، تعبت من كتر الرياضة اللي عملتها، بس برضو لازم استحمل لازم استحمل علشان اخس زي زمان وابقى جميل. يا سيمبا يا سيمبا سيمبا. نعم يا ماما. انت امبارح يا سيمبا لما وزنت نفسك لقيت نفسك كام؟ وزنك 80 صح؟ وكنت قبل كده 120 كيلو يا سيمبا. انت كده خسيت كتير كتير، واتبعت كل التعليمات اللي الدكتور قال عليها في الاكل بتاعك، وكمان الرياضة اللي انت عملتها اللي قللت وزنك كتير قوي يا سيمبا. انا مبسوطة وفرحانة بيك قوي قوي يا سيمبا، وكمان جايبه لك هدية. هدية؟ هدية ايه يا ماما؟ جبتلك الشنطة دي عشان المدرسة يا سيمبا، شوف حلوة ازاي. وكمان جبتلك المقلمة دي يا حبيبي، وكمان جبتلك علبة الالوان دي. الله حلوين قوي قوي يا ماما، شكرا جدا ليك يا ماما يا حبيبتي. اصحابي لو انتوا كمان تخين ممكن تعملوا دايت وتاكلوا اكل صحي، وكمان تعملوا رياضة يا اصحابي. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك الاسبوع لفوق، وتشتركوا في القناة. مع السلامة. ولو عجبكم حواديت سيمبا يا اصدقائي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل فيديو جديد بنقدمه لكم على القناة. مع السلامة.